للمزيد مشاهدينا ينضم الينا عبر الهاتف العميد خالد عكاشه مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. سياده العميد ارحب بك على شاشه القناه الاولى المصريه، كيف قرات الرسائل التي بعث بها الرئيس السيسي من خلال قمه القاهره للسلام؟ مساء الخير، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا ولكل الشعب المصري. يعني الحقيقه اعتقد القاهره النهارده كانت على موعد مع اهم التحركات الدبلوماسيه والسياسيه التي تقتحم المشهد المعقد للقضيه الفلسطينيه وتمس كافه جوانبه بهذه الصوره وبهذا الزخم الكبير من حضور لافت لقاده الدول العربيه والملوك والرؤساء، وايضا من حضور دولي مهم وكبير وواسع، فضلا عن هذا الاهتمام العالمي من وسائل الإعلام العالمية التي تابعت هذه القمة بصورة كبيرة ونقلت كافة وقائعها إلى الرأي العام العالمي. وأظن أن هذا الأمر وحده نقطة نجاح كبيرة لهذه القمة ومستهدف رئيسي من مستهدفات الدولة المصرية، وهي إعادة الوضع مرة أخرى لأهم القضايا العربية كما نسميها وأهم قضايا المنطقة وأدقها وأكثرها ارتباطا بمعادلة الأمن والسلم الإقليميين، بل ومعادلة السلم والأمن العالمي. أعتقد القاهرة وعلى لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وضعت الضوابط والمحددات الرئيسية من أجل حل هذه القضية، بل ووضعت أيضا الخطوط الحمراء للدولة المصرية وكيف تنظر الدولة المصرية لهذا المشهد باعتباره يستهدف تقويض القضية الفلسطينية وتقويض الحقوق الشعب الفلسطيني المحمية بقواعد وقرارات الشرعية الدولية. هذه الأمور وبعض من الرسائل المهمة التي جاءت لافتة في الكلمة المصرية وفي كلمات السادة الملوك وأصحاب الفخامة والرؤساء الذين حضروا، أعتقد سيكون هناك ما بعدها وستفتح مسارا سياسيا تحرص القاهرة على أن تشق طريق للسلام، للتوافق، لإعادة مرة أخرى مسار التسوية السياسية التي لمصر خبرات كبيرة وواسعة وتجارب حقيقية وناجحة في مثل هكذا أمور. أعتقد أن هذه القمة نجحت في فتح هذا المسار وخاطبت الرأي العام العالمي والوجدان العالمي بمجموعة من الأسئلة الإنسانية والحضارية التي أظنها ليست بعيدة تماما عن جوهر القضية الفلسطينية. التساؤلات التي طرحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها خطابه إلى الضمير العالمي أعتقد جاءت لافتة ومهمة للغاية. نعم، شكرا جزيلا العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.